كل سنة وانتم جميعا بخير، كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة واحنا مطمئنين، كل سنة واحنا في امان، كل سنة واحنا بنحب بعض، كل سنة واحنا مسامحين، كل سنة واحنا قادرين نصفح ونسامح، كل سنة واحنا مش بنغل جوانا، كل سنة واحنا ما بنقدرش نحقد على حد، كل سنة ونقول يا رب زدهم وزدنا وما نبصش لأي إنسان. كل سنة وربنا يبعد عننا كل ابتلاء وكل مرض. كل سنة وكل حبايبي وكل ناسنا وكل إخواتنا وكل اللي بيشوفونا بألف خير وسلام. كل سنة وانتم طيبين. عيد فطر مبارك. العيد جانا خلاص سويعات قليلة، وبكرة هنستقبل عيد الفطر المبارك. الحقيقة كلنا امبارح كنا متوقعين النهاردة يكون العيد، لكن المشكلة لما رمضان يتم 30 يوم، وبالعكس دي فرصة كبيرة قوي ان احنا نتقرب الى الله. انا النهاردة نزلت الصبح من البيت لقيت الدنيا مفيش بني ادمين في الشارع خالص، محدش نزل الشارع، مش عارفة ليه ومستغربة جدا، مع ان كل يوم كان بيبقى فيه زحام قبل الفطار وحاجات كده. لكن رمضان كريم يا رب، الله اكرم والعيد يجي، وكل الحب والتقدير لكل حبايبنا اللي بيتابعونا واللي استحملونا طول الشهر الكريم. كل سنة واحنا قادرين نعطي، كل سنة واحنا موجودين مع بعض، ويا ريت كلنا نبقى بنطبطب على حد، على فكرة انا على بعض. يعني انا من الحاجات اللي بزعل جدا منها الايذاء بالكلام اكتر من الضرب. ناس كتير يقول لك وهو ضربك يعني ما قال لك كلمه وخلاص. الايذاء بالكلام ده من اصعب الحاجات اللي الواحد ممكن يتعرض لها، لا تتخيلوا قد ايه الموضوع ده بيوجع الناس. لكن لو الكلمه الطيبه صدقه، حتى لو انت ما عملتش اي حاجه، بلاش تجرح اللي قدامك وبلاش تشوف عيوب الاخرين. ليه احنا طول الوقت عايزين نحكم على الناس من الظاهر؟ خلاص فاضل لنا ساعات ولازم نأدي الذكاء اللي علينا، والذكاء أنا مش متخصصة، لكن الذكاء على الأقربون أولى، المحيطين، الأهل، الناس، الصحاب لو أنت شايفهم محتاجين، الجيران، ناسك على الأقربون أولى. ما تروحش تتصدق في حتة تانية وناسك ما عندهمش. حاول أنك أنت تكون مصدر سعادة في يوم العيد، ما تكونش مصدر نكد لكل اللي حواليك. ابتسم، الابتسامة جواز مرور لكل قلوب اللي احنا بنحبهم. الابتسامة تستطيع ان تذيب جبال الكلام. ابتسموا، العيد سعادة وفرحة وابتسامة. هتقولوا احنا تعبانين والظروف، كلنا تعبانين وكلنا ظروف الاقتصادية تعبانة ومزهقانة وكل حاجة، لكن عليكم دائما بان احنا نبتسم ونحضن بعض، لان القادم ما هواش الناس ما بتشوفش بعض كتير. ففرصة ان في العيد نقول لبعض كل سنة وانتم طيبين. مرارا وتكرارا بقول لزمايلي اللي استحملوني طوال الشهر الكريم، كل سنة وانتم طيبين، استحملوني فعلا. انا قبل الفطار بكون عصبية، وده حرصا على ان البرنامج يطلع زي ما احنا عايزين، ويكون كل جنيه الناس وثقت فينا واعطتونا انه يصل لاصحابه بشكل مباشر، وان العمرات تكون وصلت لناس تستحق العمره، مش ناس عندها عمرات قبل كده او طلعت عمرات قبل كده. بتمنى من الله ان ربنا يكون قد ايه وبشكل كبير جدا يعفو عنا ويعفينا ويرحمنا
ويسامحنا ويعفو عنا مما ابتلى به الآخر، يعفينا مما ابتلى به الآخرين. بالفعل في ناس كتير جدا قلوبها قاسية والقاسية قلوبهم. النهاردة عندنا 6 5 ولا 5 الفازو 5 5 5 5 بيقولوا بتعملي 5 ليه؟ بقول لهم 5 كل حاجة حصلت لنا كان فيها 5. الأول كان 5 عمرات، بعدين بقيت 6 عمرات، والنهاردة 5 جوائز، فحاجة كده رائعة. يلا بينا نشوف اللي فازوا امبارح ونرجع لكم تاني على الهواء مباشرة. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام، نسألك من خير من خيرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خيرك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نقسم بك عليك ألا تفضحنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، ونقسم بك عليك يا مولانا أن تحفظ أولادنا وديارنا وأموالنا وأعراضنا ومصرنا، واجعل مصرنا وسائر بلاد الإسلام في أمن وأمان. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، تولى أمرنا دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نقسم بك عليك ألا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أعطيتنا من فضلك يا كريم، وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبتنا على ديننا وثبتنا على ديننا وثبتنا عند اللقاء. اللهم ثبتنا عند اللقاء. اللهم ثبتنا عند اللقاء. اللهم أعطِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا من النيران يا رب العالمين. أعتق كل رقبة، كل رقبة آمنت بك وصدقت نبيك عليه الصلاة والسلام من النيران يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نقسم بك عليك ألا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجعل كل هذا الدعاء في ميزان حسناتنا جميعا وفي ميزان حسنات كل من عمل في هذا البرنامج. خلوني يعني اتعرف بالخمس ضيوف الاعزاء اللي فازوا معانا. اتعرف على اسمك، مين اللي فاز؟ انا اسامه عبد الرؤوف. وحضرتك؟ ده مع ابنك ولا؟ لا هو سابق وهو متسابق. انت فزت برضه؟ اهلا وسهلا بيكي. الأستاذة شيرين أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كل سنة وأنتم طيبين. قولي بقى يعني كنتوا بتتابعوا بشكل جيد؟ طبعا أول شهر رمضان كريم كنا متابعين حضرتك. ببساطة افتح السقف كده. كل سنة بنستنى منكم حاجة ثانية. كل سنة بنستنى. تعرفينا معانا الآيات الجميلة. الله يخليكم. الله يخليكم. تعرفينا على آيات ما كناش نعرفها عرفناها من حضرتك وربنا يخليكم. كل سنة كلام حضرتك الطيب اللي خلانا عطانا أمل في الحياة. كلامك الطيب وقلبك الكبير يا أستاذ. الله يخليكم. سنة وانتم طيبين. منورة بعيد سعيد. مبروك يعني تشكري عليه. لا ابدا استاذ احمد دول 500 جنيه. صحيح. اهلا وسهلا. هو دول 500 جنيه استاذ عصام. اهلا وسهلا بحضرتك وحضرتك. دول 500 جنيه كل سنة وانتم طيبين. 500 جنيه وفاء امان. اهلا وسهلا. انتوا فزتوا فزتوا فيسبوك؟ لا تليفون. تليفون؟ اهلا وسهلا. 500 جنيه و500 جنيه اهم.
كل سنة وانت. امال مين اللي فاز؟ يبقى فاضل واحد ما جاش. فاضل مع واحد ما جاش. مين الاسم؟ ده انتوا عندكم كمان بلال من امبارح جه ولا لا؟ برضه ما جاش. طيب يبقى احنا عندنا 1000 جنيه ممكن نسحب عليها ان شاء الله يوم السبت القادم. وكل سنه وانتم طيبين. مفيش كلام غير اطيب الكلام واحب الكلام. انتوا هتوحشوني صحيح. قيم وحياه هيخلص لكن هنلتقي بيكم في قضايا ساخنه وهنلتقي في حوار اليوم وهنلتقي كمان في العاصمه الثانيه. العاصمه الثانيه هي منبر لنا جميعا الاسكندريه في القلب الثغر الباسم. وهناك شعار قادم اسكندريه بتجري تجري للاحسن اكيد وللاقوى. صدقوني هتوحشوني رغم كل هذا المجهود اللي انا هتوحشوني فعلا. من الايام المؤثره بالنسبه لي ان انا ببقى 30 يوم بشوف حبايبي وبعدين بيختفوا من 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 اللقاء اليومي. لكن هنلتقي كثيرا. كل سنه وانتم طيبين. كل الشكر والتقدير لرئيس القناه احمد كحيلو زميلي وعشره عمري الطويله اللي كان مساند ومساند دي تاني وتالت مره اقولها له. شاشتك السنه دي بتبرق. نجاحك مش نجاحك لوحدك, نجاحنا كلنا. في منتهى السعاده ان احنا الشاشه كانت مختلفه. يعني مش قيم وحياه بس, يعني الاسطوات علا وضل من اجمل البرامج. من الحاجات اللي انا رغم انه اسبوعي ما هوش يومي الا ان انا بقعد اتفرج عليه. سعيده جدا بكل هذا الجهد. هنرجع ونبقى احسن ان شاء الله. صحيح ناس كتير جدا بتقول ان احنا ما بنتشافش. انا بقول لهم لا, اللي فازوا بالعمره فازوا من طنطا وفازوا من القاهره ما فازوش من اسكندريه. فتاكدوا مشاهدينا ان احنا هما بيقولوا لنا كده عشان يخلونا نحبط, لكن صدقوني لا. الناس الحلوه اللي معانا ديت النهارده اصرارها وتواصلها معايا انا ما بقولهمش غير كل سنه وانتم طيبين. انتوا بتحبوا تقولوا ايه بقى؟ اول شيء نشكر سيادتك والناس الموجود اللي احنا شايفينه من الاخراج لكل حاجه كويسه. ويعني ده اقل حاجه يعني بالنسبه لنا احنا. انتوا اكتر حاجه اللي كل سنه وانت طيب وحضرتك وانت طيب يا رب. تحبي تقولي حاجه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. استاذه امين منوره الاسكندريه دائماً. وابتسامتك هي اللي بتخلينا قاعدين ومتابعين حضرتك. ويعود علينا رمضان بخير وانت معانا كل سنه منوره شاشه اسكندريه والعالم كله والعالم العربي كله. يعود علينا ايام بخير. انت في تقدم ورقي والاحلام الجميله الله يخليك دايما بمزيد من برنامجك الجميل ورمضان كريم. الله اكبر الله اكبر. كل سنه وانتم شايفين طيبين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم. يا رب اجعل العيد عيد سعيد علينا كلنا. يا رب اجعل هذه الايام القادمه ايام فيها تقوى وبر والناس ترجع تصل رحمها بشكل جيد. تحياتي مشاهدينا كل الشكر والتقدير لمخرج هذا البرنامج اللي بالفعل انا دايما بقول هو بيجي اكتر مني بكتير لان انا باجي الساعه بتاعت الهوا لكن هو بيجي منتج الحلقات وبعدين يرجع يردها وبعدين يرجع على الهوا. وزي ما قلت لكم في البدايه انه بعد 15 يوم قال لي احمد كحيلو وانا مش هشتغل معاه. لكن بعد شويه سبحان الله كمل ال 30 حلقه وما هياش اول سنه الحقيقه. دي خامس سنه لعمر البارودي. كل التقدير له كل الشكر له. والحقيقه قدمت برنامج جيد. برنامج هادف هيحسب في تاريخك وتاريخ كل من عمل في هذا البرنامج. حنان البدري تحيه موصوله من القلب. علا وصفي لاول مره تعمل معي هذا العام لكن بامانه ربنا. لما اقول حد يهديك تبقى علا وصفي, حد ما يستفزكش يبقى علا وصفي, حد ياخد الكلام على انه مش نقد شخصي وانها مصلحه برنامج علا وصفي. تحياتي وتقديري لكم. رفيقي مش هقول من كام سنه لكن هو خميس عوض سنوات طويله جدا. يمكن ما بنتقابلش طول السنه لكن شهر رمضان يومي, يعني يومي بنتقابل. كل سنه وانت طيب يا خميس. محمد الوصيف هقول لكم مفاجاه بقى. كل العبايات اللي انا كنت بلبسها طول رمضان دي او معظمها عشان ما اظلمش ناس ثانيه كان محمد الوصيف, كان وراها محمد الوصيف. تحيه تقدير واجلال وشكر
له على كل مجهودك اللي عملته معايا. انت ما بتشتغلش تخصصك بس، لكن انت بتشتغل حاجات كتير، وتحديدا انا من شخصيتي ما اعرفش ادخل في مكان ما حد زعلان مني فيه. يعني لو انا زعلت حد كده ثاني يوم ابقى بتلكك عشان اصالحه. انا ما اعرفش اشتغل وانا مش مصالحه كل الناس. كل زمايلي حمدي كل سنه وانت طيب، السيد جابر، يعني مش عارفه اقول مين ولا مين، لكن بحبكم من قلبي، ويا رب تكون انا لو زعلت اي حد تسامحوني قبل العيد. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا. تحياتي كانت معكم 30 حلقه امل صوت. احنا الدواء والداء ومهما